من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على EFM. أحلى غدوة. يا فيما على راديو اهلا وسهلا ويا مرحبا. نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن وين ما يسلكم صوت يا فيما. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا داخل او خارج حدود الوطن، وتحيه خاصه لجاليتنا خارج انحاء الوطن، خاصه على التفاعل الكبير مع الحلقات، على رسائلهم، نقدهم، شكرهم وكلامهم اللي قاعد يوصل لنا. وتحيه لصديقنا وزميلنا كريم من موناكول يسمع فينا ويتبعنا يوميا تقريبا، وايضا تحيه لرفقاء الطريق اللي ننسوهم في الثنية واللي ونسونا هما أيضا بتفاعلهم وعلى رأسهم زملائنا التاكسيستية. ونبدأ بتحيتي لسابر الدريدي صديقنا اليوم، يقول لي حي الفريق الكل. وصلت يا سي سابر سواتين من زمان. حلقة الجمعة لليوم هي حلقة أخف ننهي بها الأسبوع، نحاولوا نبدلوا ساعة بساعة كيف ما يقولوا، الحديث على السبور، الحديث على السياسة والثقافة، وتامر حسني في سهرية البارح والجدل على رقصة عماد دبور. نحكيه أيضا على دقيقة ونص استنتاق للأستاذ أحمد نجيب الشابي وحم الهمامي، عنده شعار نحكيه عليهم بعد شوية. وحارس المنتخب هو ثاني أحسن حارس مرمى في كأس العالم الأواسط 2023، نرجع له بدي تايم بعد شوية. البداية بالقائد الكابتن السيد خالد علي التويتي، مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اي اف ام. علاش اليد الاخرى تحت الطاوله؟ طلع خلينا نشوفه من فضلك. ايوه يعني هبط منقاله جديده ثراء بدا يظهر. خالد راهو محمد، والله حبيت نحكي على حاجتين اليوم، هما حاجه تهم التوانسه الكل. اللي هي يا اخويا في الكياس كل واحد جاي عامل دودان قدام داره محمد. حلو، راهي كارثه يا محمد. والله فما عباد عندهم كراهب غاليين، والدودان من المفروض على 30 كيلومتر تعمل بلاكرة وفما دودان. صحيح. تعدى واحد يضرب فك الدودان تو قدام مكتب تتعدى محمد. باهي، انت هذية اللي قالوا لك نقابة الناس اللي عندهم كراهب غاليين ولا من تجربة ذاتية تحكين؟ برش عبيد محمد، انا كرهبتي مثلا تعديت اليوم في بلاصة دودان، مش دودان، جبل، وربي جبل محمد. لا بالحق محمد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تنجم تصير كارثة فيها. النقطة الثانية عجبني وليد يلعب في الاسبيرونس على البدري، أنيس البدري. أنيس البدري يا محمد قديش متربي، ماشي حج محمد. إن شاء الله ربي ما شاء الله عليه. علاش البارح حكيت لك على بن محمد تاع الاسبيرونس؟ قلت لك راهو ينجم يخلط، كل ما تلقى جوار متربي وليجيان دو في نتاعو محليها راهو باش يخلط. ومن الحاجات اللي نقولهم لك اللي في مع معلول في رمضان، علاش ما البدري ما عملش ماتشات كبار؟ الراجل يعمل في قيام الليل يا محمد، ومضيف وما شاء الله عليه وتبارك الله عليه، وان شاء الله حجه ميمونه وان شاء الله ربي يحفظ. شكرا لك خالد علي التويتي. نتعدى ديريكتومو للسيد العربي سنقريه. سي العربي مرحبا. مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بكل مستمعي لي اف ام. واليوم سي محمد قاعد نشوف يعني القاره الاوروبيه قدامي. فيها بعض كما نقول اللاجئين من الاكوادور ومن بيرو، لكن فما الجمال الاوروبي، فما الجمال الاوروبي، وفما اللي لابس الجمال الاوروبي بجنب الجمال هو اسمه اما اوروبي. في شكون تقصد؟ اعطيني ديريكت. ما نجمش نحدد بالضبط، اما الناس تعرف تفهم في الزين وتعرف على كل لعب. حال شوفك الرونز بومبون اللي قدامنا والزين والعين، وبتبيع الروز جربي والروز جربي بتبيع خارق العادة. ثريا العمري مرحبا. أهلا وسهلا محمد، عسلامة الناس الكل، السادة المستمعين الأوفياء اللي كل يوم يسمعونا وعاملين جو معنا. قاعدة نتلاقى في برشا مساجات الحقيقة، فرحانة برشا بردود الأفعال، إن شاء الله ديما يا ربي من نجاح إلى نجاح. سينو أنا حبيت نحكي على المرمى الحقيقة، نحس في روحي عندي نهارين غاطسة في مرمى. أيوة. حليلو اللي عنده مرمى. صحيح. واحد عنده هكا ترافو صغير في داره، في كوجينة، في بيت صالة، في بيت تمن، الناس اللي عندها مرمى والدنيا غليت، واليد العامله غليت، والسيمان غلي، واليزور غلي، كل شيء غلي. صح، ان شاء الله ربي معنا نسلك. هيا يا سيدي، هذا الجمال الاوروبي تو نتعدى. اطلع يخلط راح يضرب ما يغركش المناظر. ها اطلع يضرب في المرمى. هاي نتعدى للقرش البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه. سي حسن بن عثمان مرحبا. مرحبا بك سيدي محمد. وباش تقعد باليونيت؟ نعم سيدي محمد. علاش؟ لانه خذيت ترخيص مع عند الاداره سيدي محمد. انك تقعد ساعتين باليوم؟ اي نعم. علاش عينيك تقلق؟ فما مناظر ما نحبش نشوف في البلاتو هذا. اذا لبست المرايه
حتى الشخصية تبدل. أسأل دليل يعني متاع الإدارة قال لي تفضل خذ راحتك. مسموح لك؟ مسموح لي. قال لي مسموح. شكون متها باش تقابله بالضبط؟ والله شنو شكون ما يحبش نغيب أخي أو ظاهر يا أخي. هذا يعني من الذي يتذاكى منذ حين ويحكي على أوروبا والشرق الأوسط. مقابلتني أوروبا قال لك وفما اللاجئين في أوروبا. شنو اللي يا أخي ما نعرفش فاش يقولوا. يعني كأنه يكلم في خرفانه في الضيعة. أي ناحية اللونات وغزله ولا باش تقعد به؟ ليه نحينا اللونات؟ نحي عم حسن انا ما نحبكش باليونيت. تلاش فما لكمه ولا بوني انا ما ناخذ كلام الا خالد. خالد اللي كان قال لي خاطر خالد لابس مقالة جديد هو ينحي المقالة ولا ينحي المرايه. باش نكلم نحي السيد مكاوي. والله العظيم كانك لابس بربريزوي منحي. تحيه السيد مكاوي رجل عظيم والشيخ امام وكل وام كلثوم. ما رجعش كلثوم كي تلبس لك المرايات اللي من هذا القبيل وكذا كذا. وثومه بحذاك. وثومه بحذايا تون لبسوها. اللي نحينا على خاطر ما خذاش بخاطر ثومه عاد هو ثومه ثومه ثومه. يا ودي خالد اذا كان يحسن القول معايا انا خالد نتنزل. موتيتك والله موتيتك احسن. شنو يا حب خليني بها معلم ولا معلم. يا سيدي ناخذوا حوالي الكياسات مع ايه الغايب من بعد شويه نرجعوا نعملوا دورتنا السياسيه والرياضيه نحكيوا شويه سبور لكن قبلها باش نحكيوا على المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون والسهره الختاميه كانت البارح تامر حسني واللي سهر عليه قبل وبعد وتقييم المهرجان ككل تتسويت حوالي الكياس مع ايه ورجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفام أحلى غدو. إيفام على راديو مرحبا بكم الجديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الربح متواصل مع إيفام وفي إيفام وديما مع إيفام وجديد من اليوم حتى العيد الأضحى الربح باش يكون اسمعوني بالقدية الناس الكل نحكيه على علوش العيد وقذيته تهديه لكم إيفام وباش تفرحكم بالعيد. يكفي أنك كنت تسمع فيه توا تاخذ من وقتك تقريبا 15-20 ثانية تاخذ تليفونك تبعث SMS فيه كلمة EFM على الرقم 85-85-8 وتبعث SMS تدخل في قرعة اللي تنجم تربحك علوش وقذيته بقيمة 1000 دينار مش هذي برك تدخل في تيراج وسور أكبر اللي بشي ربحك الفليجة فيها 10 ملايين كاش وأكثر سوم SMS 980 فرنك ما تبخلش على روحك أبعث SMS فيه EFM على الرقم 85-85-8 مع EFM إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومع EFM والفليجة قول للفلوس إيجا. البداية حسنين نحكي وشو تبعتوا البارح مثلا شو تفرجتوا هل شفتوا حفل الاختتام تاع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تبعتوه البارح ثورة شفت شوي المهرجان لحقيقة شفت عند كلكز انستغراموز ناس مشيت بشرت صورت تبارك الله حضور ما شاء الله برشا ناس. تامر حسني عجبك؟ بيان سور اكيد ملا يعجبني انا مانيش راني انا شو مانيش فان فيه برشا الحقيقه معناتها اما يعجبني كفنان ثبت وجوده وماهوش خصايص معناتها تو تبارك الله عنده 20 سنه في الدومين يغني صحيح دونك سي توتا في نورمال باش يلقى الجماهيريه هذيك اللي اي فنان يتمناها اللي شفناه البارح الفنانين الكل يتمناها واضح. حسن بن عثمان تبعت شويه الحفله مش شويه برشا تبعت الحفله الكل مش منذ بدايتها منذ اعلن عنها في شريط الانباء خارق وانا تربص بهم ينظر ماذا سيفعلون شنو رايك في بلادي شنو رايك في تامر حسني استناني تامر حسني ما تسنيش الاسئله هذه في عقلك سيدي محمد الله فنان انا فنان ماذا ما اوطى الفن وما اسهل وما ادفع كرتاج البارح انا كرتاج وين في كرتاج مش في مدينه الثقافه ذيك عامل في كرتاج هذاك المسرح الاثري كرتاج شبيه ولا ظريف مسرح الاثري اي صار فيها من اجمال السين كهو خاطر قعدت بيت انا وين حتى فهمت مالك كيفاش تتفرج فهمت. لا مش فهمت حقيقه انا فهمت بدقه وريت الضيوف الكل وريت وكذا والحاصل والهيلوله أيوة. حتى احمد ابو الغيت أيوة. ابو الغيت أيوة. يعني امين عام نتاع الجامعه العربيه حاضر صحيح. يا حبيب صحيح ما هو لانه الاتحاد هذا نتاع الاذاعات الدول والتلفزيونات مقرهوني في تونس لكن تبع جامعه الدول العربيه يعني ربي اعطيونا التصويره خلي يشوف اي خلي يشوف مثال استوفيا هاي التصويره شوف هذه التصويره تامر حسني مع جمهور كرتاج ها ما شاء الله شنو رايك انا بصراحه حتى طلعت يعني باش نقيس الطقس اي طقس بارد ماهوش نتاع هذا مغطي فما حاجه مغطيه
فما حاجه مش طبيعيه تربوشه وكتاف هذيك اللي اللبنانيه اللي جابها مع عماد دبور اليسار اليسار انا اليسار يا ودي نتاعها هذا اليسار قولها في لبنان نحن نعرفها على الليس هذيك نتاعنا نحن التونسي اسمع الليس ايوه فهمتني بيه. او عسله ساعات نتربوش بها الليس العسله واضح حطينا اليسار خلينا ندور على الفريق ونرجع لك نحكيو على المهرجان العربي سنغري شفت شويه المهرجان شفت يا ما انا شفت واحد ديما نتفرج فيه بعقله البارح ريتو يشتح يشتيح سي دبور سي عماد دبور اي اي شو سي عماد دبور ايوه رجل عمره فوق 60 سنه اي يشتح في يشتيح جيل البشر 10 ايام ما بين فتره الشباب وفتره الشيخوخه مازال شاب يزي عاد خلينا نكمل اسمها فتره لنزاس بوقدمه 10 ايام يهتر بها الشاب باش يدخل للشباب هو تو يسخر روحه مازال شيء تو شطح البارح يشطح في هذيك ما عجبكش الهجم تاع عمره بالحق ولا شنو الرجل يميل في تميل تميل اي ما في لحظه نشوه ولا شيخ مع تامر حسني والريتم والهومبيونس كل مواتيه شنو اللي يمنع عربي سنقري لا سامحني ما انا عمره وانا ريتو في عده برامج رايف هو سامحني كان مش نعطي رأيي أنا هو قدم معناتها في أبهى حلة التقديم قام بدوره كمقدم وكإعلامي وكمنشط ولي هو أما بعد كيف مشي ظهرت لي أنا حاجة سامباتيك على الأخر هبط هكا للسين وشتح إلى ديف ولي عادش بي دقيقة لازم يكون معناتها تيك تاك حط في ساكل شيء كاري بالضبط كان واحد هكا يفرهد شوية مع فنان يحبه التقديم سافاثر هي ميسالش مو قدم على روحه خليه يشتح بعد خليه مقارنة لا مقارنة بأنه قام يشتح مانيش نقيم فيه فترة خلي يشتح انت ما كان جيتو تيرك شتحت اكثر منه انا نشتح كي دبورك دبور نعمل ذربين ايمين اما مش هكاك ما تشدش روحك على تامر حسني يا ودي اشتيحوا كله كفرانات هذاك ساقوا على اليمين ساق على اليسار خالد شفت شوية لا ما شفتش البارح فما طرح محمد اسبانيا وايطالي تصورني خلي اسبانيا وايطالي ونتفرج في تامر حسني تامر ربي يحفظك تامر كل واحد وسبيسياليتي نتاعو سي العربي سبيسياليتي نتاعو تامر طلع يتبع في تامر ايوا سي حسن نرجعوا توا للمهرجان ككل واللي صارت على ذالي اكثر مهرجان تحكي عليه تم برشا كلمات في النسخه هذه الدوره 23 ظهر لي برشا كلمات عليه المهرجان السنه الدعوات كيفاش تصير انا واحد من الناس حيرت مواطن بكل براءه زاد شكون استدعاه الاذاعه والتلفزيون شكون معني بهم ما المنشط مقدم معد ما نعرفش انا ظهر لي 10 سنين تو بريسك في الميدان حب نعرف وقتاش واحد يولي معني به هذا المستوى الشخصي اثنين ريت برشا زملاء كتبوا نفس الكلام اللي نقول فيه الحضور شكون لي انفيتاسيون شكون يتعطاو دعوات لشكون كلها اسئله انا ما حبيتش نكتب في الايامات اللي تعديو باش واحد ما يدخلش في المزايده وعندنا بعدين ضيوف ويزورونا وكل اليوم النجم نقولوا انا قعدنا كيف ما نقولوا نحن وحدنا هات نحكي حسنين كيفاش تصير هذا الكل هو المهرجان هذا يعني معناها ساعات عسى ان تكرهوا شيئا يعني اشتهر اما باش اشتهر اشتهر بهذا تامر حسني التماع انا ما هو تامر انا والله ممكن نسميه التمار مادام شادي التمار التمار خليه يا اخي وزع التمر على الامه اي تامر حسني فنان نجم عالمي عالمي جدا يا اخي والله هنا البارح اكتشفته اي سيدي خلينا ما نبدا بتامر حسني النجم النجوم خارق حاجه تافهه جدا ولا يمكن متابعتها قسما بالله انا وكان تخلصني بالفلوس تخلصني باش نسمعك شيء هذاك ونتفرج في هذاك اللي نعملها لك والله ماهوش يغني لك هو بابا. انا لو كان جاي ماهوش يغني لك ليك زلمه ما يغني لي طبعا ما يغني لي يغني لك انت شيخي انت وامثالك من ما النوعيات خلينا خلي يكمل اغنيه تاع تامر حسني تجاوزته تجاوزه سي حسن هذا بما يخص تامر حسني هذا حاجه بيلا صوت لا حضور لا شيء حاجه رثه رثه مع احترام للجمهور والناس مع احترامنا لشنو الجمهور مع عدم احترامي للجمهور مع عدم احترامي لذلك الجمهور هذاك جمهور هذاك وثم النوعية ذاك من الجمهور ذاك تعرف ذاك يشترى نجيبوه في التلفزيون يشروه يجي يصفق تعطيه 10 و20 وكذا هذه ما أنا معروفة كرتاج البارح هذي اللعبين أنا أشك أنه جمهور ثامر حسني اللي يستقبله في المطار في المطار وفي غير وفي الطريق العام وجاي بأشكاله ذاك جمهور مدفوع الأجر
باه شكك يعني. شنو وجعكك يا اخي؟ ما نعرف غير البلاد هذه يا سيد. شفت برشا نجوم زاد البارح حاضرين. كاين نجوم هاو هذوكم جايين مجانا ولا ندري اش يعملوا. كل نجوم كل مجانا. ما بعطيني نجم شفته يسحق الكلمه هذه في السماء طلعتي لي اللي كان مش تلقاه يعني خزيره ملوحه في الارض. شنو النجوم؟ مسحل هالكلمه عندي. النجوم هو هي التي يهتدي بها الاخرون. شكون عندنا نجوم في تونس؟ سمي لي نجوم في تونس. ما نسميش. عندنا نجوم في تونس؟ عندنا اسماء كبيره ايه. عندنا حاجات خارقة للعادة. شكون ماذا بيه مثلا في بلاستيكي هو تامر يعني مش عاجبه أسوبوان ماذا بيه ما يجيش في الظفر مثلا أمينة فاخت ما يجيش في الظفر بتاع لطفي بوشناق ما يجيش في الظفر يا شو اسمه ذاك الهادي حبوب ما يجيش في الظفر الكحلاوي ما يجيش في الظفر الصفراوي ما يجيش في الظفر يعني الحمراوي تشنية اللغة مهرجان تونسي راهو ترى تونسي أنا عارف تونسي استنى المشكلة وين قلت لك تغاع الموضوع هذايا حكاية رقص الدبور أيوة ارجع لي في الميكرو ورقص الدبور وحكايه هذه تامر حسني انما راهو الموضوع هذه المره هذه اتحاد اذاعات الدول العربيه في ملتقاي هذايا معناها قديش دورته راهو في حاجات خطيره جديده معناها اول مره تحدث نثبتوا فيها خاطر هذا تعرف يجمع لك الاتحاد كل التلفزات العربيه الرسميه او شبه الرسميه هذا مختل برشا راهو معناه وما فيش الإذاعات يعني خاصة كما الإذاعة هذه كما إذاعة أخرى أي صحيح ويعني قال لك الأمة هذه العربية بعد معناها نهوضها النسبي يعني عودة الجامعة العربية وسوريا وكذا كذا إذا يعني الأمة العربية اجتمعت وقررت قال لك تكريم بعض البرامج مش تكريم شيء يملي في التكريم هذا كل عام يعني أيوة جديد أنا أحكي لك الجديد 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 قال لك ندخل السياحة مع التلفزيات حلو مهم جدا اما لكن شو معايا ما معنى ذلك يصبح العمل الاعلامي هو مجرد عمل اعلاني او اشهاري فقط لغير هذه ما تشرع له يعني ما هل المؤتمر ذي والمساله الثانيه الاساسيه سمعت انا وقعدت بها ايش معناها قالك وزاره الثقافه التونسيه يعني دخلت شريك في الاتحاد هذا معناها في المهرجان نتاعه صحيح اش معناها؟ قالت بصفته دوله المقر عطاها الامتياز هذا ما فهمتش انا شنو هو يعني كيفيه هذه الشراكه استدعوك احسن بربي استدعوك انا يستدعوني انا كان حتى استدعوني ما مشيش اما استدعوكش لا لا والله تو سؤال ما استدعوش شكون حب يستدعاك؟ يا فما استدعاء برشا هذه قطاعيه منغلقه ناس من الارض اختاني ما نحبش انا يعني في المباشر استدعوا النيجاتيف والبوزيتيف ما يستدعوش النيجاتيف استدعوا الناس البوزيتيف لا تلاقى شنو هو هذا قول له فسر فسر لي فسر لي يعني الناس اللي تحب الحياه وتحب الشيخه وتحب الضحكه وتحب العيش نحكيو على ميدان الثقافه حسن بن عثمان فوق 40 سنه ايه توا اللي عارفوا شنو الاتجاه الثقافي نتاعو تحكي في الفن يحكي في الكوره يحكي في الشعر يحكي في السياسة يحكي ما فما اختص في حاجة يا صديقي ويجا نحطوها على الطاولة ونتحدثوا فيها ونحكي مختص في حاجة ما نعرفش نقول لك عليها باهي ننهي وحسني بسرعة دونك تقييمك المهرجان والسهرة الاختتامية بالنسبة لي معناها يعني انه هذا يلزم ما ناخذوش بخفة يعني اعلامية باعلامنا المتهم نمشوا الاشياء الرسمية ماذا طرح في هذا وشنو جديد والعرب بعد ما خرجوا من كابوس الثورات كيف يعني سيديروا شأنهم الثقافي وكيف يرون الدنيا واشياء من هذا واضح ثوري انت انستغرام جاتك دعوه البارح جاتنيش ما بعثوا لك والله توبيتك قال بوزيتيف ونيجاتيف ساعنا ديما بوزيتيف فايبس اما هاني محمد لم اتلقى ليه انت قلت مش قلت ناس بوزيتيف وناس نيجاتيف نيجاتيف ما صرعوهمش فما نيجاتيف 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 اما لم اتلقى اي دعوه بالبوزيتيف راه بن علي قلت له كان البوزيتيف واللغه هذه وتاريخه عمل وزاره الثقافه التافهه الفارغه السخيفه تونسي اي حتى في الفتره هذه في الفتره هذه ما انا في اي فتره نحكي لك اش قال بن علي تو لا لا ما اي من بن علي الان قلت لك بن علي كسروك وكذا انا وصلتني بن علي ما كسرته تونس اي انا استدعوا جاتك دعوه جاتني دعوه الطيور على كما قالها الترتور البارح الطيور على امثالها تقع ويدخل لي على اشكالها ما هو ما يسموش يستاذ ماركه كيفك انت ايش تحب يستاذ شكون حاب يستاذ ما كنت يعني ما اخر منتوج اخر مطره صبت بها التفاهات نتاعنا في تونس اخر مطره اخر مطره من التفاح معناتها الناس اللي بعثوا لي استدعاء تافهين ها اللي بعثوا لي استدعاء تافهين
أتفهم بطبيعة التفة يعرفون التفة. لا مع احترام برشا قلبك التفة يعرفون التفة. فقط باش نرجع لك قبيلة قلت هذا لو كان صح أن نستدعوه أنا نقدم قضية بوزارة الداخلية بوزارة الثقافة وري الانفيتاسيون. اي سيدي متعدين نحكيو شويه سبور تو سويت، نحكيو على اللدخه تاع النادي الافريقي والمرور الى الرمزيات. اش معنى الرمزيات؟ نحكيو مش كان فلوس، نحكيو على مزاد على اللي نحكيو عليه تو سويت. خالد التويتي، انت من رموز النادي الافريقي واسمك في تاريخ النادي الافريقي بالبنت العريض. انا معلومه عرفناها ما عنديش برشا، انا على المستوى الشخصي نحكي في الخماسيه خالد التويتي سجل زوز بونتوات الاولانيين، زوز بونت الاولانيين تاع الخماسيه خالد التويتي. اليوم النادي الافريقي يتعدى بازمه اخرى جديده، الجماهير قاعده تعمل فيها هبه كبيره مش غريب على الجمهور النادي الافريقي، لكن ولينا نشوفه في حاجه جديده. مثلا نادر الغندري يحط المريول نتاعو للبيع بالمزاد باش المداخيل يكونوا للدخله هذه. مريول تاع 2015 اللي تحصل به النادي الافريقي على البطوله فيه الامضاء باش يتزايدوا. خالد ما عندكش حاجه من بدر هذه تصلوش بيك على حاجه؟ والله يكلمني اليوم مبارك واحد حب على المريول، احنا محمد ما كانتش عندنا ثقافه نتاعك اللي عبدي يخلي حاجه باش تتماع، ما كانش حتى عبد تخطر في باله. دونك كلموا البياري، كلموا لطفي المحايسي، الكل ما لقاوش عنده يعني قبل. قاد لك شيء خالد من تاريخ الكوره؟ محمد خاطر من تاريخ الكوره المريول ديما نعطيوه انا والله. محمد احكي لك والله التو نشري المراول ونعطيهم انا التو، او في حديقه نادي الافريق يعرفوني قداش من مره ندخل كي نبدا نمشي في الثنيه في خدمه بلاصه بعيده ولا واحد كلوبيست في الريف نمشي نشري بفلوسي باش انا نعطيه مريول. ممتاز يلقى حل. زوز بونت الاولانيين يبيعهم لماركه كيفاش؟ يبيعهم يلقاو في محل يبيعهم زوز بونت الاولانيين الاول والثاني. باهي خالد خلني ما قعد لك شيء من تاريخ مش مريه والبارك يا سيدي بروتيج كلاس سبيدري. ليه ما قعد لي شيء محمد؟ عطيتهم ولا بعد الضربه تخلصت؟ ليه ليه عطيتهم محمد؟ قلت لك التو نشري المراول نتاع الكلوب ونعطي فيهم. تحكي على اللطخه محمد ما يساش خلينا نحكي على اللطخه اليوم بالله سامحني تو عبد سمعت العربي كان هناك قال لك ناس ياسين يمشي ياخذ في قروض ب 300 مليار و 200 مليار. اليوم الازمه نتاع النادي الافريقي 6 مليارات محمد. اليوم انت كي واحد باش ياخذ قرض باش ياخذ عليه ايبوتيك نتاع دار نتاع حاجه. اليوم انت اي بنكة تعطي للكلوب قرض هاك الجمهور اللي ترى فيك كل ماتش محمد البنكة تدفع للكلوب تو 6 مليارات يعني كل ماتش الكلوب ما تدخلش في الماتش انت البارح قلت 400 مليون. تصور انت تو البنكة اليوم هذا اول حل محمد ساعه فما حلول يلزمك تعملهم في الدنيا مستعجل خاطر الوقت غضغطنا وما عادش عندنا برشا رجال في النادي الافريقي وبرشا عباد مالوريزمون في الوقت هذا اللي كان سي حمادي ديما يدفع كان في الوقت هذا راه ديما سي حمادي منع. اليوم عندنا برشا من سي حمادي ما عاونوش ربي يهديهم. اليوم اول حل يا محمد ديما في الدنيا فما بلون ا بلون بي. بلون ا اليوم للنادي الافريقي اي بنكه تنجم تخلص ديون نتاع النادي الافريقي وكل ماتش بضمان حضور الجمهور معناها تقول خالد سي خل محمد فما عباد ماخذه كريديات اليوم وقت اللي انت عندك فوندرولمون عندك منين عندك قلت فوندرولمون عندك قاعده جماهيريه كبيره محمد. اليوم تنجم تستك الناس خذت 300 مليار من 6 مليارات محمد هو مره اخرى انا قلتها لكن فما شكون قال لي القانون ما يسمحش مش يعطيو كريدي للجمعيات في حاله كيكايه راهو هذه النادي الافريقي يعني جمعيات هذين كبار وموجودين وما مش خارجين من البلاد نجم حتى الدوله تضمن فيهم مش يعني وقادرين باش يخلصوا بسهوله يعني 6 مليارات مش حاجه كبيره برشا. انا النقطه فقط اللي هكا بانت لي غريبه شويه اللدخه هذه اللي نحكيو عليها هل كان الجمهور مطالب يدفع؟ انا نسمع كان في الجمهور وشويه جواريات وشويه لاعبين القراب. ايه يا سيدي وين العباد اللي تدفع وتحط الباكو الكبير المسؤولين الرؤساء اللي شدوا الكلوب وقيت راه فما دات ليميت معناها مانيش نحكيو على باش يلموهم في 10 سنين راه نحكيو على دات ليميت. تسمع في حبه النادي الافريقي برا من تونس قاعدين يلموا مع بعضهم في تونس باللي يقدر الواحد معناها فما اللي يتبرع بدويه حق دويه يمشي يعطيه زاد نحبوا نسمعوا مثلا رئيس جمعيه سابق يقول هاو مليار للنادي الافريقي مثلا. اليوم جاب لي واحد كرنيه محمد كرنيه بالاسامي وامور منظمه ذوما تابعين السيسيوس تابعين الترابلسي محمد. اليوم كلموني من بلجيكا فما عباد تحب تدفع من البلايص الكل محمد لكن فما حاجه لازم يتعلموها ونقولوها ونحكيوها ونعاود نحكيها. اليوم يا محمد القداش باش نقعدوا في الحاله هذه؟ راهو من 2015 لتوا صح عيب
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. فما عندنا رجال في الكلوب، عندنا رجال في الكلوب وانا عندنا رجال في الكلوب ونعرف، وفما اسم ما نحبش نقوله يحب يبعث فلوس من برا. اي سليم الريح يحب يبعث فلوس من برا، وان شاء الله باش يبعث معهم. سليم الريح يحب يعاون، يحب يعاون وباش يبعث مليار للنادي الافريقي، وقاعد يخمم اسكو هكا ولا هكا. قلت له كان تحب الكلوب وتحب ترجع اسمك للكلوب ابعث لهم مليار، ماك تحب الكلوب مليون دينار ابعث المليار وبعد يعمل الله. ما هوش باش تعرف مش بدو واضحين. انا الشخص اللي مليح نعرف يحب النادي الافريقي باش ما نكذبوش على بعض، ومش مزيه باش يبعث راه بدو واضحين، لانه هو بيدو عنده جزء كبير من الشيء اللي وصلته واضح النادي الافريقي. لكن زاد سي محمد راه علاش توا النادي الافريقي راه الجمهور نتاعها راه عمل له تخات كبار وبرشا فوق العشرة مليار دويت دخلهم، يعني توا حتى الانسان راه حتى تعب ماديا وعياد والامور خايبه وصغار وكل شيء، راه حتى اللي كان يعطي فيه 50 طب باش يعطي كان 10 باش يعطي كان 20. ولذا على المسؤولين الموجودين الكبار في الكلوب يحاولوا باش يلقاو حل اخر والجمهور يعاون معاونا. واضح. يقولوا لي اللي العقله اللي كنت على كلوب افريكان في البنوك تنحات توا، العقله اللي صايره على اللي كونت بونكير تاع كلوب افريكان تنحات توا في اللحظات هذو. ماناجير في بالي هو اللي عقل العقله هاو تريبيا هو العقله. ماناجير مثلا كيما هذايا يلزم يلقاو معاه، لانه حتى هو كلوبيست يعني معناتها يحب النادي الافريقي، معناها نجموا نلقاو حل. محمد بالله سامحني تو انا نقول لك حاجه، فما جوارات تو يلعبوا في النادي الافريقي وشاكين بالنادي الافريقي سافا مش خالص في عام يا ولدي توا. فما جوارات يلعبوا في النادي الافريقي على خاطر كان ما يشكيش توا يتيحوا فلوسه في الماء. أيوة. يلعب في النادي نعرف حقه زادة يا يا عربي يا عربي يا عربي يا عربي مثل ساعة ساعة واحد ينجم ساعة ساعة يتنازل على حاجات تلقى. فما حاجات اليوم انا محمد فما ما نحبش نسمي اسامي، فما جوارات قاعدين يلعبوا توا ويحبوا من عند النادي الافريقي مليارات محمد مش ملايين مليارات. علاش انا البارح حكيت معاك قلت لك تو بعد ما يمشي البريزيدون هذا تشوف الشكايات تو تشوف اليوم فما جوارات نعرفهم انا ما نحبش نسمي اسامي، هو حق من حقوقه خاطر يلعب في الكوره اموره. اما الغلطه وين؟ الغلطه وين؟ فما ربي يهديهم. فما جوارات يا محمد ياخذوا في 110 ملايين في الشهر وما يلعبش في النادي الافريقي. خالتي سون غانيو با ما قوته اليومي يخدم هذيك خدمته شهريته شهريته يا محمد انا مفضل العباد اسمعني محمد هذيك غلطه المديره. أنا محمد راني والله انا نقول الكاريير نتاع الكوارج يا سي محمد راهي ظريف صحيح. اليوم يا سي محمد وقت اللي نجي انا في تونس نعملوا سقف نتاع سالير 30 مليون في الشهر 30 مليون في الشهر سي محمد العام يطلع بقداش؟ 360 مليون. بروف دوماتي قري 30 سنه ما يشدهمش في يدك. لا ما تحسبش لا يحسب هكاك لا يزي عربي عايش خويتي لا لا انتم الهوني عندكم 220 مليون. بروف الماتي قري شهر كامل وتيجي يزي 80 الف والاخر يلعب ماتش يدخل 6 مليار دولار. نحكي بوني نحكي لك في هذا انا نحكي لك لا انت ما فهمتنيش انا نحكي لك يا عربي قلت لك اليوم لازمنا نعملوا سقف يا محمد نعملوا سقف للاجور للاجور ما تجيبش الكاليتي ما تلقاش كاليتي ما سهل لا سامحني الكاليتي اللي ياخذوا في 220 و 120 فما كاليتي نحكي انت الهوني في الاسبيرونس 220 مليون لا مش صحيح يلعب تي انا نقول لك صحيح تقول لي مش صحيح بلي خنت فعل معاها الكابتن 220 مليون في الشهر في الشهر انا عاجبني الموقف اللي ماخذه كان معناتها نهار من نهارات في نفس الدومين ليه والله يعطي الصحة تو يقول معناتها أنا نخمم في غيري زادة ونخمم في الجمعية في الأول وفي الأخر أنت تلعب على الدراب ومعناتها كوميم فما على عين تذرة ألف عين وما فيها بيسكين والله طيب برافو خالد بربي, بربي خالد أعلى سالير خديته وانت لاعب قد إيه؟ والله محمد كنا نلعب ونحن تربح تاخذ تخسر ما تاخوش أعلى بريم خديته وانت نجم خالد ايه كنا ناخذ مثلا مليون ونص في ماتش ربح كي زوز ملايين ماكسيموم معناه ما كانتش كيلو لحم ب 4000 زوز ملايين عام 60 برشا فلوس عام 60 لاعب جماعه تحت السور عام 30 ملايين فرانكو يا حسني ناخذ رايك اسمعني رايي انا في الكوره وما نفهمش كيما قلت لك مش كيما يدعي للعربي سناجريا قاعد يتكلم في الكوره كانه حسدني الكوره هذه لعبه شعبيه يتكلموا فيها العامه والدهماء وما خلف الضبع وتشنيع كورة. كان معاك وتفهم في الكورة أما مش ما يهمنيش أنا يعني هذا هذه قضايا القضايا يعني المحض كروية ما ندخلش فيها بتاع الاختصاص ما ندخلش فيها إنما في قضايا أخ تتفوق على حكاية كرة القدم كيما كما حكاية السوق الآن كرة القدم تنتقل من مجرد لعبة كانت على القليب القليب والمريول والكروغر قليب 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 قلبوش تبع تمر تحاسيل
القليب قليب احسن قليب 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 جرينتا والجرينتا ايوا والجرينتا وخرج الجرينتا وخبي الجرينتا وكر كمل حتى على الكره غنيت انا تو ذكرت حتى انت تمسع الكره يا ودي انت حتى على المقرونه الكذابه غنيت باكل كوره واللي تغني الحشي الان هذا السوق إذا كان كيفاش حاب تنظمه وانت وهو سوق دولي يعني انت دورك فيه تافه انت حد شيء يعني كنت كي تسعر اللاعبين اللاعبين تحط سقف ب 30 مليون كما قال خالد ايه وكي يلقى ما عند النادي الجزائري او النادي الموريتاني او النادي 80 مليون سان جيرماني او ما عادتي حاصل 31 مليون ايه 31 يعني وتصبح انت طاقاتك ويعني مواهبك اللي تلقاها بتصير مهدده بقوه المال نحن كي نسمع السعوديه فاش تعمل اه السعوديه البلد العربي قبله المسلمين يعني كيف تشتري في اللاعبين بمليارات المليارات 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 الملايين أيوة. كنت تعطينا منهم بزكه وتحل لنا مشكلنا الكل في تونس بس سوق اخرى يا أيوة سيدي أيوة. محمد بن سلمان وكان تعطينا تريف دولارات خلي تونس تنفنف شوية ارحم والدي رانا معاك فيما انت فيه من توجهات عظيمة للمملكة وفي القرن في العقود القادمة وانا عارفه 20-30 بتاع سيادتكم ونحن معاك يعاونونا يا اخي مش معناها نحن حالتنا حليله زاد حسنين خلينا نحط في اطار زاد باش ما يتقصش هذا ويخرجوا يعني ما احسن بن عثمان يستجدي باسم تونس للدوله ماليش نسجي باسم تونس نتكلم في بلساني الشخصي شنو يستجدي باسم تونس ناسب في حاجات نعيشوا فيها بمرار فهمتني بربي يتفاعل معاك سيد نقيب ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين سي ماهر الهمامي قال لك نق شوي من العيات يا سي حسن بن عثمان يقول له لا نعرف يقول له اذناك رهيفتان وطبقتهما والطبلة نتاعهم خايفة تتنقب يقول له شكون قال لك اسمعني هكا المستمع يتفاعل ايه قال لك ما هو هو يبدو انه يحب يدعبني من بعيد انا رجعت للمدابك سلم عليه في مع بعض القبولات الماهر شبيه عم حسن اليوم هي مش كالعادة نهار جمعة يا حبيبي ديما نهار جمعة بعد صلاة الجمعة نجيك يعني نمبر نحكي على ادريس العرفاوي حارس منتخبنا للاوست عربي سنقرية هوني في البلاتو هذي من أول الناس اللي حكينا عليه وانت اللي قلت الأداء متاعه وحكيت حتى على والده ثاني أحسن حارس مرمى في كأس العالم أوست 2023 هذي اليوم الفيفا تهبط التقييم ونلقاه هو الحارس الثاني اليوم هذه حاجة باهية الحق بصراحة لأنه هو ظهر في المقابلات اللي لعب مع المنتخب أداء متاعه كان ممتاز والفيفا ممكن ربما في المرتبة الأولى لإيطالي والوليد هذايا عنده كاليتي بها ياسر لكن ما كتعرف تو فما أنا ديما ما نحكموش الفترة نتاع هذيا 18-19-17 راهو باش يوصل بالنسبة للاعب العربي بصفة عامة راهو ديما باش تعرف وصل سينيور باش يعطيك حاجة باهية تلقاها في 22-23 سنة إن شاء الله الوليد هذا يكمل التكوين نتاعه على قاعدة صحيحة وإن شاء الله ما يكمل في المستوى ذا تم دعوته المنتخب الكامل وذي حاجة باهية تقولي شاركوه عربي ولا مازال بكري لا بالعكس والله بالعكس أنا نقول لك فكرة باهية لأن هو مساعة ماتش تونس ترشحت للكوب دافريك ماتش باش يدخلوه في الجروب باش يدخلوه في الجو باش يعرف جو المنتخب الوطني الكامل بل بالعكس هذه حاجة باهية خاطر أنا ريت في وأنا نقول لك الوليد عيط كي عيطوله بذراعه جابها بذراعه صح مؤكد يعني كان تسهل تونس كامله جابها بذراعه شال المنتخب انا نتصور حاجه باهي اللي هو باش دخلوا في الجروب في الجروب تاع المنتخب وان شاء الله ان شاء الله نربحوه في القادم ولوني عنا وفهمك حاجه والله العظيم عنا ولد المغزاوي عنا مميش عنا وليدات يعملوا الكيف في تونس متكونين غير بركه ما جاتهمش الفرصه باش يلعبوا في كاس العالم لكن ما يمنعش الحارس هذا ممتاز وشهادة الناس الكل واضح تضم صوتك العربي سنقري يقول لك مازال ما يطلعش تو مع ليكيب او كما مع الجروب ما نجربوش ماتش اميكال ماتش ما فيش رهان كبير غدوه مثلا لا انا واحد من الناس نجربوا ما تقوليش ماتش ما فيهاش رهان انت كنشوف بوفون بتاع ايطالي لعب عمره 17 سنة محمد اليوم تشوف فيهم انت ساكا والناس دوناروما والناس طلع اليوم فما حاجة اللي عند الوليد حلوة المورفولوجي متاعه ساعة محمد عنده انتريبون تايمينج يقف في التيران عنده انتريبون تايمينج كان شفت محمد برشاكور ياخذهم من غير ما يتلوح عنده التايمينج الوقفة الصحيحة ساعة كنشوفه في الليكورنير كيفاش يديريجي في صحابه
كما كان قبل لي غران غارديان هما اللي ديريجيو الديفونس يتكلم نقولوا يتكلم شوف وعنده لي كاليتي محمد في الكوره اليوم اسكو عندك ولا ما عندك والحاجه الثانيه هو في بلجيكا يا محمد في بلجيكا لي سيونس دونترينمون يا محمد بالبرا وهنا راهو ديفيرينس كبيره اليوم والوليد هذاك ان شاء الله مستقبل تونس ديما انا خاف كان من البلوسور على عبد ديما كل ما واحد نقول ان شاء الله ربي يحفظه ويستره اما توا بالنسبه لتونس يلزمنا نعملوا عليه ورانا عملنا ان غرون غارديان وتنجم تستحقوا تونس وكي يبدا من توا محمد رانا باش نستحقوه واضح المده القدام واضح شكرا لك خالد ناخذوا حوالي الكياسات من بعد شويه نحكيوا على حمى الهمامي واجابته للناس اللي يقولوا يزيه والطبقه السياسيه هذه يزاهم شنو كانت الاجابه خليكم معنا راجعين من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخماسي على ايفان احلى غدو يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم السيف قرب وقيد باش تبرمجوا عطلتكم السيف قرب وقيد باش تبرمج العطله نتاعك مع اتياس النصر اختار ديستيناسيون اللي تحب عليها وعدي سيفك في الغردقه شرم الشيخ كازا مراكش انطاليا ولا اسطنبول وكان تحب تصيف في جزيرة الأحلام جربة وتعدي أيامات في عز أوتيل أول إنكلوزيف أتيس النصر محضرت لك بروغرام يعمل الكيف اسمعوني بالكده خرجة في البتول ليلو فلاموروز خرجة الجربة هود ومتحف قلالة ملا برمز سيفك مع أتيس وخلص في عقلك على 4 مرات مش تزيدوا تعرفوا أكثر معلومات ادخلوا على الباج فيسبوك أتيس النصر ولا اتصلوا بالرقم 20 10 80 0 20 10 80 0 0 كانت هذه ثقة أتيس عودة إلى السياسة نحكيه شوية سياسة حسنين نحكيه على حمى الهمامي والإجابة متاعو للناس اللي تقول مثلا يزيها الطبقة السياسية هذية كبروا ما عادش نحبوا كانت عنده رحابة صدر وجاوب نسمعوا شنو قال حمى الهمامي ثم ناخذ رأيكم في البلاتو شوف أنه الفكرة هذه موجودة صحيح موجودة من حق الناس باش تكلموا هكا من حقهم كيف ما ثم ناس أنا بيد قاعد نشوفهم في الشارع يقول لك وكان مش هالأصوات هذه اللي عندها تجربة وقديمة البلاد راهي مشات نسمع في ناس يقول لك كان مش نجيب الشاب وكان مش فلان وكان مش فلان الأصوات اللي تجرأ وتقول لا بخبرتها وتجربتها زاد يقول لك راهي البلاد مشات ثم رأي من الرأي هذا موجود وأعتقد وأنه علاش ما هوش سليم ونجم نقول لك نجم ثم بعض ناس ربما هكاك على حسنية هكاك ثم بعض ناس بطبيعة الحال مبرود عن قصدره شو منها عن قصد لأنه عن قصد من زاوية وأنه كان يحب ينحي لك حقك باش تتكلم حقك باش تناضل خي أنت تتلها في روحك الساعة أنت نحكي لك على الناس قول لك تحمل أنت مسؤوليتك وش يهمك في الآخر تحمل مسؤوليته هذا واحد المعادلة بين الوجوه الجديدة والخبرة ما زال باش نسمع بعضنا حمى الهمامي في حديثه على شعار آخر ننهي نسمع كل شيء لحمى الهمامي ثم ناخذ رأيكم شعار يقول الناس هذوما زاد اللي يقولوا على الطبقة هذه يزاها ولا ما عادش عندهم يزيدوا عندهم شعار آخر يحكينا عليه حمى الهمامي توتسويت وحكاية النقمة تو نسمع مثال بعض ناس يعرضوني في الشارع دافع على جوهر مباركة تم برشاك نتاع النهضة أرمي في الحبس دفع لنجيب الشابي خمو في جبهة الخلاص أرمي في الحبس إلى الأمام يقيسون أرمي الكوازي في السجون هذا شعارهم هذه تونس نحن نظلم من أجلها هذه تونس يعني محمد الهمامي كأنه في فترة من الفترات ما يعقلش تونس ولا ما يعقلش نوع ولا فئة جماهيرية اللي تقابله تقوله إلى الأمام يقيسون أرمي الكوازي في السجون حسنين نبدأ معك بارك الله فيك سيد محمد ايوا كيفاش قال هو الى الامام الى الامام يا قيسون ارمي الكوازي في السجون ايوا والله يعطيه الصحة حمك عنده شجاعة وقالها في الحقيقة في الشعب التونسي من يحرض رئيسه باش يتخلص من الوجوه اللي يعتبرها وجوه شؤم ولؤم وسوداء الشعب التونسي للأسف ما أنا بالنسبة لي أحترم أخونا محمد بل مش أحترمه باش تفهم صديقك مش فقط صديقي أنا 2014 وهو مترشح للرئاس أنا الذي أدرت له يعني من جلسته الثقافية مع المثقفين أيوة. في قاعة الحمرة في سينما الحمرة في باب الجزيرة
ويعني مع أنه القلوي هو اللي طبع له كل الدعوات وكذا وكل الشعار التافه هذيك حما رئيس ود الشعب رئيس ولا كذا حما رئيس اي حما كي جا شافني انا ود القلوي غادي ما حتى نسمه ما غبتش يخبر على الموضوع. أيوة. والجلسة هذه يا سيدي محمد كانت متوترة جدا جدا ويلزمها خبرة عالية لكي نخرج منها، لأن جاءوا برشا مثقفين من ضمنهم فتحي الهداوي. أيوة. وفما ناس قالوا لك يحب يجوا يفسدوا علينا. فهمتني؟ والحمد لله خرجنا منها سلامات. يرجع لي للتصريح حسني. التصريح يا أخي بصراحة نحن المشكلة وين في تونس في الحالة السياسية؟ لأنه ميزوا مازالت تجربتنا ضعيفة راه. أما أنا نشكر حمار ونشكر نجيب الشابي ونشكر هالناس هالكوكبة العظيمة اللي هي فعلا دخلت كانت نواة لفكرة الديمقراطية والمعارضة وغير الاختلاف. صحيح. خارق العادة هذا نحافظ عليهم بال يعني نحافظ عليهم انخراط يلزم. فهمتني فيش كلام واضح. انما فما معضله هنا شنية اللي هي انه لا نميز بين الشخص والفكر او الحزب وزعيم الحزب او الشيء من هذا القبيل، لانه تندغم الاشياء ببعضها البعض واضح. ويصبح حمه هو الذي يدل على الحزب والحزب يدل على حم. فهمتني؟ لانه ما فيش تداول اخي. حمه ما هو زعيمه يزمه. يا اخي اسمعني، وقعت ثوره في تونس ولكن لم تقع ثوره في العقول. يا للاسف يا للاسف ثورة العقول ما صارتش به. هيا ناخذ رايكم الفريق الكل في الكلام اللي تقال. معناها فما في تونس اليوم شكون يتشمت بالسجون، فما شكون يقول يتمنى السجن لفلان، اللي هو في الحالات الكل نحن لا نتمنيو للسجن لا حتى شيء، بقدر ما نتمنيو القضاء يكون عادل ومستقل ويخدم خدمته في كل الملفات التي امامه ولا الملفات اللي تعرض عليه. العربي سنقري كي تسمع اليوم حمل همامي يحكي في المعادله هذه يقول لك الشعب، فما اللي يقول هكا لكن زاد فما اللي يقول لك لولا انتم ما كناش نمشيو القدام. هو سي محمد الا الغبي يتمنى السجن ولا المرض للإنسان، هذا موضوع ونسكروه. لكن حمى الهمامي يناظر، وهو الظاهر للمهنة متاعه مناظر، أنا من اللي نعرفه هو يناظر، يعني مش يبقى مناظر. ونتصور حمى الهمامي ما يقلقش حتى كان يقعد. أستاذ هو حسنين في الأساس أستاذ الحضارة الإسلامية العربية الإسلامية. أستاذ حضارة يناظر الإسلامية. يناظر عنده برشا، عنده قناعة اللي هو إلى حد هذه الساعة يناظر، ربما عنده فئه معينه من الشعب مقتنع به وهذا من حقه. على كل حال الشعار اللي قالوا شنو رايك الشعار اللي قالوا الى الامام ما ذا حتى كان قالوه فئه معينه الشعب مستحيل يتصوروا يحب هكاك. على كل حال هو في الاخير كحمى الهمامي يعني الشخص ذاك ما ريتوش ضر تونس. واضح. ثوري عندك كلمه في الموضوع؟ أنا. باس في الموضوع هذا. خالد محمد كما قال العربي ولا كما قال حسن ما نحبوش الحبس العبيد. انا تثبت مره وقت اللي قلت لك سي قيس سعيد ناركم سيحاسبون حاسب واحد تونس كل تجي معاك تثبت عليها اي طبعا اليوم انت في السونداج ريت وين وصل قيس سعيد. اما الطريقه اللي نحاسبوا بها العبيد ماذا بينا طريقه حضاريه بتاع تاخذ من عند العبيد كان اخذت فلوس ترجع الفلوس للدولة وتحط العبد في الحبس موش حل محمد. واضح شكرا لكم. بعد شوية نحكيه على أحمد نجيب الشابي أول عملية استنطاق ليه. لا بعد شوية نحكيه عليه باش ناخذوا فاصل للأخبار. لا سيدي محمد عندي بربي تهنئة. أيوة تهنئة في 10 ثواني حسن. 10 ثواني البارح يعني 15 جوان هو عيد ميلاد صديقنا وزميلنا في حس أيمن زروق في سبور بليس وعنده فريق يعني خارق العادة يعني فتح المودي المعلم. بعد شوية حسنين سيوفيه والعشر ثواني وعيد قرفالة وسمي السليم. شكرا لك حسنين الأخبار.